الفترة بقى الأخيرة تمام. هاني العجيزي موجود في الرجاء وكل الناس قالت ان دي ممكن تبقى فترة هاني يشيل فيها فرقة الرجاء كراجل ليه تاريخ كبير وليه خبرات كبيرة جدا، وبعد كده النص مثلا الموسم الثاني الدور الثاني او الموسم اللي جاي هاني يبقى موجود في مكان مختلف. تمام. ايه اللي حصل في تجربة الرجاء؟ بص دي فعلا البلان اللي انا كنت ماشي عليها ان انا مشيت من نادي سموحة مشيت بين الدورين تمام، رحت نادي الانتاج كان كابتن شو غريب اللي ماسك ايامها، كلمت معاه قلت له ان انا محتاج ان انا العب وكده، فقال لي طبعا هو بيحبني جدا طبعا، انا طبعا بشكره جدا طبعا على كل اللي عمله معايا. رحت معاه الانتاج، المشكله ان هو كان في مشاكل هناك برضو، كان الفرقه ماشيه وحش وكده، قعد حوالي 4 ماتشات بعد كده الكابتن شوقي مشي. كابتن مختار جه طبعا ما كانش يعني اول مره اتعامل معاه، فانا برضو كان عندي اصابه فقعدت حوالي ماتشين او 3 ماتشات كنت بره، مش داخل مع الفرقه ما كنتش مع الفرقه وكده. فهو كان جاي طبعا كان الظروف الفرقه مش كويسه في الجدول الدوري، فهو جيت اتكلمت قلت له يا كابتن انا جاي العب كوره في نادي الانتاج مش جاي اقعد في نادي الانتاج وكده، وانا حابب ان انا اكون يعني عايز اساعد نفسي واساعد الفرقه يعني. فحضرتك اديني فرصه حتى، ولو لقيتني مثلا ما قدرتش ان امسك فرصه اوكي مفيش مشكله ممكن تعادني خالص مفيش مشكله خالص. طبعا انا رحت كلمت، فرد فعله فاجئني ان هو قال لي ان انا ان الفرقه مش هتستحملك. طبعا استغربت، انت راجل مدير فني طب شوفني في الملعب بعدين تحكم، وبعدين انا مش اسم صغير، انا راجل جاي لك جاي من نادي لعبت نادي الاهلي نادي الاتحاد نادي سموحه 6 سنين، لعبت في افريقيا مع نادي الاهلي لعبت في افريقيا مع نادي سموحه، فيعني مش عارف صغير انت تقول لي مش عارف كده يعني. فاستغربت من رد فعله طبعا، فقلت له خلاص حضرتك اللي انت شايفه مفيش مشكله بالنسبه لي. رحت قعدت مع مجلس الاداره قلت لهم ان انا مش هقدر اكمل معاكم، وقعدت برده 6 شهور دي نفس المشكله برده ما لعبتش، يعني 6 شهور بتوع اول سموحه و6 شهور بتوع الانتاج. فدول طبعا فرقوا معاك بالظبط طبعا سنه، انت بتقعد تتكلم في سنه ان انت ما كنتش بتلعب، فكان الموضوع صعب بالنسبه لي طبعا. فبرضه حتى ان انت تيجي تروح نادي وانت بقالك سنه ما لعبتش، فده دي برضه حاجه صعبه طبعا، مش حاجه سهله، لازم تكون مع مدير فني عارفك كويس جدا او مدير فني مؤمن بيك بالظبط، او سمسار يكون ابن حلال يعني. لا فعلا هنا سمسرة هي اللي مسيطره دلوقتي على الساحه يعني. ف ما كانش قدامي غير نادي الرجاء، فقلت مش مشكله تجربه برضه اروح العب وكده، والناس برضه ممكن ان انا اقدر احاول اساعد نفسي معاهم او اساعدهم. فطبعا رحت برضو الاجواء هناك ما كانتش برضو يعني نادر جابر تتكلم في نادي طالع من تحت وكده، مفيش احترافيه يعني، مشكله اداره مشكله لاعبين مشكله جهاز فني، كانت مشكله ايه؟ كل حاجه والله كل حاجه والله انا بكلمك بجد كل حاجه يعني. لا الدنيا كانت صعبه جدا، حتى كابتن عماد النحاس لما جه عمل شغل كويس معانا وخلاص يعني بدا ان هو يحط قوام اساسي للفرقه، مع اني في اخر 3 ماتشات برده ما كنتش بلعب معاه لان كنت برده مصاب وكده ورجعت، فالفرقه كانت كسبت ماتش وكانت خلاص بقى الدنيا ماشيه وكده، فقلنا خلاص بقى الدنيا بقت كويسه وكده، الدنيا هتبتدي تفتح بالظبط. لقينا مجلس الاداره خد قرار ان كابتن عماد مش موجود، فرجعنا تاني من نقطه الصفر طبعا. يعني هو ده اللي حصل معايا.